السلام عليكم الفاميلا، السلام عليكم تتبعاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بألف صحة جيدة وما ضركم حتى شي حاجة. لهلا يضركم ولهلا يعلمكم ولهلا يعطيكم شي حاجة اللي تتعلموا فيها ويضركم فيها. والله البنات صراحة هذا الفيديو والله العظيم ما كنتش بغيت نخرج فيه، وشفتوا شحال غايبة، راه تقريبا ما مصورة انا من الخميس ولا من الجمعة الفيديو اللي كنت حطيت لكم، يعني ديجا عندي وديجا دايره لي المونتاج هرميتو صافي. مصوره من الخميس، ما كاينش المورال ديال التصوير، ما كاينش شي حاجه صراحه اللي تخليك انك تصوري. ولكن البنات بزاف منكم كيسولوا فيا، كيدوروا ليا شحال قدي ما نجاوب في لي ميساج، سواء في الانستغرام بزاف، سواء في يوتيوب، سواء في واتساب. الناس اللي عندهم حيت الاغلبيه متتبعاتي هازين مرتي وكيصيفطوا ليا اولا عندهم لمرتي، شافوني في البروفيل دايره ان لله وانا الى راجعون، كلشي كيدخل عندي كلشي كيسولني. هذاك الشيء اللي جيت هكا بفيديو باش نهضر معاكم. الناس اللي ما كيعنيهمش الامر عافاكم، لا للكلام الجارح الله يرحم ليكم، ما مستعداش لهذاك الكلام ديالكم. هذه هي الحياه، هذه هي الحياه، تستمر الحياه، هادشي كيوقع لينا في الحياه راه كنبارطاجيوه بلا ما تبقاو جيبيه في مو قول راه الدنيا هذه. المهم بزاف منكم كيسولوني كعطريه كلاباس شكون مات اشطرا اشطرا. صراحه البنات واحد الوفاه هزات العائله بزاف والمت العائله ديالنا الصغيره الكبيره، العائله ديال بابا يعني علمتنا بزاف، يعني ما نعاود لكمش، ماشي شي حاجه قليله. اي الاعمار بيد الله، داكشي قدر الله وما شاء فعل، الموت ديال الله، الاجل كيدير، ولكن السبب او لا تقول لك تعدت الاسباب والموت واحد، يعني هذاك السبب شويه كيضر في الخاطر. داكشي منها تعرفوا اشنو طاري، ومنها هكا نبهكم ونهضر معاكم ونهضر معاكم اون جينيرال، وبغيتكم تستافدوا من هذا لا فيديو، بغيتكم تبارطاجيو، بغيتكم تحضيو راسكم، بغيتكم بزاف ديال الحوايج. وما تثقوش في اي واحد، في اي واحد صافي راه عنده تخصص تاع شي حاجه صافي تثقوا فيه. المهم البنات غادي ندوي لكم على الوفاه ديال بنت عمي راجلها، راجل بنت عمي، وماشي حنا زعما شي عائله بعاد، يعني قرام بعضياتنا، نفس الكنيه ديالنا، حتى ديما كنسولوا في بعضياتنا، ديما طايحين على بعضياتنا، ديما يعني التواصل كاين، ماشي زعما شنو نقولوا ريحه الشحمه في الشاقور اولا شي حد اللي ما كيعنيناش. هذا الشخص اللي مات اصلا كان عزيز عليا وكنت عزيزه عليه، وكان بزاف ديال الحوايج يعني جامعين العائله. السيد البنات كان بخير وعلى خير، عادي دراتو المراره، مشى يفتحها كأي الناس. المراره ماشي شي حاجه صعيبه، كاين الناس ولا العيالات اللي يفتحوها حامل، يفتحوها زعما الله ولدو، كاين الناس اللي متقدمين في السن يفتحوها، يعني ماشي شي حاجه لانك تخلعي على المراره. يعني انايا خالتي ولا ما عرفت شكون كان فتحها، يعني فلاج ديال 12 عام 13 عام، يعني بزاف الناس كيفتحوها. السيد مشى، ما غاديش نسمي انا، واحد الكلينيك معروف عندنا في مراكش، وحسبي الله ونعم الوكيل، ما كاينش حتى يمشي هذاك الكلينيك ما كيخرجش ميت منه، يعني معروفه السمعه ديالو. واخا حنا صراحه ما كناش عارفين، يعني من بعد الناس فاش يقولوا في منين ماتوا داكشي كلشي كيقول هاد الهضره، ولاو دايرين انه واحد الشراكه مع الطاكسيات مع بزاف ديال الحوايج بلا ما نذكرهم، لان هادشي يدير ليا شي مشاكل اخرى التشهير ولا شي حاجه. ولاو الطاكسيات كي بحال هكا شي حد سخفان شي حد مريض، ولاو شارين معاهم انهم هما يوقفوا عندهم نيشان وتدويراتهم وداكشي. السيد مشى كيفتح بخير وعلى خير، صافي فتح مشى لدارو، كانت اختي مسكينه هي مكلفه به من هنايا، هي اللي كداوي ليه، هي اللي كتمشي هداكشي. اختي هي تشوفو يعني قالت لك داكشي انورمال، واقع السيد شي حاجه في هذيك لوبيراسيون. لوبيراسيون دارها انا ما نسيت سميتها، هي بليزر ماشي فتحه. صافي يعني من الاول انه نصحناه باش انه يدير فتحه عاديه، يعني الفتيح العادي. الطبيب ديالو قال لي لا دغيا جوج تقبات غادي نديروها سهله العمليه، طرا طرا ما طرا. المهم كداوي لي اختي كتشوف الكرش عنده منفوخه، تتقول لهم راه انورمال السيد ما تيتمشاش، يعني تتمشي تداوي ليه ثاني كتلقى الكرش باقي، يعني فاش تضربها كتقول طق طق طق. صافي اختي قالت لهم راه كاين شي مشكل، شوفوا السيد راه علاش منفوخ عليه كرشو، رجعوه ايفيكتيفمون، رجعوه لنفس الكلينيك اللي ياخذ فيهم الحق وياخذ حق وليداته اللي كيقطعوا في القلب، اللي وليدات صغار بعات لي وليدات صغار، حتى واحد فيهم ما وصل حتى السن ديال الرشد، حتى واحد فيهم ما كبير صغير قد جاد ولدي، البنيه قد مروه بنتي، بنيه اخرى كبر من مروه شوي، يعني وليدات ربعات الوليدات الله يحفظهم لامهم والله يحفظهم
شنو نقول لكم، نحفظهم من العائله كامل، ودابا هادو ولاو ولاد عائلتنا كامله، ماشي ولاو هي ولاد ماماهم، حيت هادشي صراحه كيضر في الخاطر. رجعوه طبيب ولا تيصفر وتيحمر وتيخضر، يعني 100%. وهذا الشيء بشهادة كل شيء اللي تواصلنا معاهم، اللي عندهم ما يقولوا، حيتاش ما يمكنش لا كلينيك يقولوا لكم خطأ طبي، السيترا اللي خطأ طبي مستحيل، واخا يكون افكتيف مو خطأ طبي ما غاديش يقولوها. صافي السيد دخلوه قال لك المصرانه الزايده. واش نهضر لكم المصرانه الزايده؟ هي تجي او سي تي ديال الريجيم، ماشي زعما شي حاجه. المصرانه الزايده بتبان لهم في الاول فاش بيديروا العمليه ديال المراره، ويقولوا مصرانه زايده مصران. دابا هو تقاس لي شي حاجه مصران، كي شرحات لي انا اختي، حيت اختي حتى هي في الدومين وشافت التحاليل، دابا هو شي حاجه داروها في لوبيراسيون الاولى اللي دارت ليه الميكروب كامل في الجسم ديالو، من يعني كله جسمه ولا ميكروب، بحال تقول لي شي حاجه، بحال قاسوا لي شي حاجه بهذاك ليزر، ولات الميكروب سارح لي في ذاته، هو اللي اثر لي في الانتفاخ. كيف ما قالت اختي، كل ما مشى كاع عندهم الكلينيك غادي يبقى بداك الانتفاخ حتى يتوفى، حيت صافي هذاك بحال قلنا هذاك الميكروب احتل ليه الجسم ديالو كامله وصافي. المهم قال لي عادي المصرانه زايده، داروا لي اوبيراسيون، بقينا يعني انا والله القسم ولادي راه ما شفتهم شي تخواش ولا كتخشوا، يعني عند باباهم، ماما حتى هي ما كانت معانا، يعني هي مع باباهم وعند واحد جارتي اللي لتحت وبزاف ديال الحوايج، ولادي ما بقيتش عقل عليهم. صافي البنات طلعوا لينا الانعاش، كيتحل الانعاش معاك كحلوه مع شي جوج ونص، كيقولوا له حداك انت جوج ونص انعاش. شفناه الناس صراحه كيدير داك الشيء اللي بغى يقول الحمد لله للحياه، شي واحد اللي ما عجباش حياته او شي حاجه يمشي للسبيطار وغادي تعجبو حياته، غادي يحمد الله ويشكرو على عيني اللي حلهم، على يديه اللي عنده، على عيني، على بزاف ديال الحوايج. المهم الانعاش السيد هكا فايق، شير لينا، شافنا بواحد بواحد، شير لينا مرتو تتبكي، كلشي كتبكي، واحد الحاله اللي عطاها لشي واحد، راكم عارفين الانعاش شكون كيكون فيه. صافي سالت وقت الزياره، بقينا لتحت نيت تنسينو ثاني حتى الخمسة ونص تكون الزياره، ما عجبني الخمسة هكاك عيطوا لنا قال لك راه في غيبوبه، سكت ليه القلب وداروا ليه النبض وعاود ثاني فاق ليه القلب. هادشي اللي تيقولوا. بقينا هكاك صافي، يعني ما نعاودلكمش الحاله ديالنا كي دايره، هما مركبين ليه قلب اصطناعي من هذيك لاباراي اللي القلب ديالو تيطلع وينزل. بقينا كنعيطوا للطبيب ديالو، فاش عيطنا للطبيب ديالو قال لنا السيد راه ميت من 7 العشيه. شو تقولوا هما؟ قالوا لنا حيه، قال لك لا ميت 7 العشيه. صافي وقعت الفوضى، بنتو كتغوت، حتى واحد ما صبر عليه، يعني حنا غدا نغوتو، حتى حد ما صبر عليه. البنات كيف ما قلت لكم صافي ما تيبيوش يصرحوا انكم كوره السيد مات. قال لك لا اجي دخلوا مرتو وبنتو اللي كتغوت وداكشي، دخلوهم اشوفوا راه تتحيل لك، زعما التنفس ما هو عيني فيهم السكوتش وما غايب غيبوبه، ولكن قالوا ما تيتنفس باقي القلب ديالو خدام، هما دايرين ليه لي زاباراي، ثلاثه لي زاباراي. صافي مشينا، يعني بقينا هي شويه، صافي مشينا بحالنا وصلت 11 الليل، مشينا جيت انا لداري ولادي مشي يفاهمش نهائيا، جيت لقيت باهم نعسهم. صافي وصلت، حيتاش اصلا ساكنه حدا اختي، وصلت جويه 12 ونص، هي تعيط لي اختي قالت لي كنسمع الخوات، اختي خرجت ببين ورا، والله القسم الا خرجت ببين ورا خرجت، سمعت الخوات، عيطت لبنت عمي، عيطت لي ولد عمي، المهم كلشي كيعيط ليا راه مات. تقوليش ليا 12 ونص الليل، والله البنات الا مشيت في ديك الوقيته، مشيت وحق الله القسم الا في ديك الوقيته ديال 12 ونص ديال الليل، عرفتي من هنايا للمحاميد تبارك الله جبده. صافي وصلني مسكين هكا راجلي، وصلني رجع للدراري حيت الدراري كلشي ناعس، وصلني تما الحاله ما نعاودهاش ليكم صراحه، كيضر في القلب بزاف والله الا تاثرنا بزاف، داكشي علاش ما عنديش اش بغيت نصور لكم، اش بغيت نقول لكم كلشي، ولكن منين البنات كيسولوني اشنو طاري ليك اشنو طاري ليك، بغيتكم البنات كاملين ندعيو بوحده بوحده، الله يرحمه يا صدات ربي ترحمه، سميتو البنات يوسف، يا ربي ترحم يوسف، يا ربي ان شاء الله بنت عمي تكون يعني لوليداتها، منها المرأة منها الراجل، تكون اعطيها الصبر ديال 20. وفاش تاك ماما نيت فاش مشات عندها قالت لها فكرتيني دابا فيا، يعني قالت لها دابا يعني بركه من البكا، قالت لها النصيحه اللي غادي ننصحك وهي صافي ديري جوج حزامات،
يعني ماما كتكون راجعه باش تكون مع دوك الوليدات، حيت نفس لاج اللي خلاني فيه بابا الله يرحمه، لاج ديال 4 يعني 4 سنين تا انا خلاني، وهكا ثلاثه البنات وليد نفس. وقالتها بنت عمي مسكينه، قالت لماما، قالت لها الحاجه نفس داكشي ديالك تعاود عندي. الحمد لله حنا ما كنعترضوش على قضاء الله، ولكن كيضرك انا واحد الانسان ما تصورش، يعني المره راسي شي حاجه عاديه. البنات باقي محتاجين وليدات، ودوك الوليدات كيقطعوا، مثلا انسان ما عندوش الوليدات راه ماشي بحال، كتبقى فيك المكتئبه، ولكن فاش تيمشي واحد الشخص وباقي صغير والوليدات كل شيء باقي صغير، وهو رب البيت، وبنت عمي ما خدامه ما والو، هو رب الاسره، هو اللي مالي في الاسره، وما مخليهمش خاصهم شي حاجه، وبزاف ديال الحوايج يعني كتجي قاسحه الدقه. الله يعطيها الصبر والله يقويها. وانا من هنا متتبعاتي بيتكم كاملين تدعوا مع بنت عمي بالصبر، بغيتكم تدعوا معاها بالصبر، والله يرحم السي يوسف، والله يقوينا كاملين، ويا ربي تحفظكم كاملين لوليداتكم، ويطول لكم عمر ازواجكم، ويخلي راسكم ديما مغطيه بخير وعلى خير، وله لا يضر شي حد في وليداتو وفي راجلو، وله لا يوصل شي حد للسبيطارات. هذه هي اللي نقول لكم، له لا يطيحكم في يديهم، صافي هادشي هو اللي ضرني في القلب. انا ما نقدرش نقول بزاف ديال الحوايج، غيتاش غادي يضر بيا، غادي يضر بي، غادي نولي في التشهير، غادي نولي في بزاف ديال الحوايج، ما نقدرش نقول لكم التفصيل، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. كي تقول بنته يعني مشى لمحكمة العدل اللي غادي تاخذ ليهم حقهم ديال دوك اليتامى 4 اللي تعدوا على داك الراجل، اللي قزروا هذاك الراجل، اللي نقولوش الموت هي القدر، كل شيء هادشي البنات راه عارفينه، ولكن فاش كتشوف واحد الانسان انه بخير وعلى خير، صحته بخير، كل شيء بخير، مشى برجليه، ضحك، ناشط، كل شيء، تخرجوا فيه بزاف ديال الحوايج، وما كاينش اللي ياخذ لهم حقهم، وما كاينش اللي يقول تا راكم كوا خطا طبي ويعوضوا الوليدات، راه داك اللي كان خدام عليهم صافي الله يرحمه، شكون باقي بيخدم عليهم، شكون بيدير عليهم بزاف د الحوايج، ولكن ربي كبير، حنا كنا معاهم، حنا كنا يد وحده، العائله كل شيء معاهم، ولاد عمامي، عمامي الاخرين، بنات عماتي، كل شيء حنايا، حتى واحد ما غادي يفوتهم باي حاجه. وهذا الشيء اللي كان بنات، بلا ما تقلقوا عليا، بلا ما تشغلوا عليا، بلا ما ديروا بزاف ديال الحوايج، قدر الله ما شاء فعل. بغيت هي دعواتكم، انا الحمد لله بخير، ما وقع ليا كل شيء، تخلى عليا بزاف هذا الشيء اللي وقع. البنات رانيكم حسبكم الفاميله، ودوك اللي بيبداو عليا راهي الدنيا هادي، راه كي تبداو تتحلوا فمكم على عباد الله، راه ربي غادي يعطيكم حتى نتوما فاش تدهوا. الموت هادي داكشي خبرت الناس اللي كيسولوا فيا، الناس اللي كيصيفطوا ليا، الناس اللي ما مخليينش التدوار، واتساب، انستغرام، ما كيكو طرقينا في البوست في الانستغرام، بوست في يوتيوب، بوست في بروفيل عندي في واتساب، ان لا اشواق شكون مات، مات انسان عزيز وانسان غالي، وانسان عزيز على وليداته غاليه، واثروا فينا دوك الوليدات، هما اللي قطعوا لنا قلبنا. الانسان اللي كيحس عنده وليدات وعنده قلب غادي يحس بهذا الشيء، قدر الله وما شاء فعل. صافي البنات هادشي اللي كان، سمحوا لي على هاد لا فيديو، سمحوا لي، ما بغيتش نجيكم يعني درت هي بواحد شويه الحاله، ما بغيتش نجيكم بواحد الوجه كئيب وحزين وداكشي، حبيت نهضر معاكم هكا. انا دابا معايا البنيه ديالو، جبتها البارح، سميتها كوثر، كانوا سماها على قبلي، عرفتي بنت عمي كانت سماتها على قبلي، قالت لي لا ما عزتك ولا ما عزتك نولد بنيه وغادي نسميها كوثر، وايفيكتيف مو سميتها كوثر، جبتها معايا صراحه ما هضرتش قدامها، باقي مخليها في الدار، انا بطاعلي غادي نمشي، والحمد لله على كل حال ولدي انا في المدرسه، طلعوا لي في ريوسكم.